السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أعضاء وزوار قناة أسعار السيارات باليوتيوب. اليوم عندنا تغطية المعرض أحمد بن عبد العزيز فليج للسيارات الرياض، معارض الشفا، شارع الخليل بن أحمد. صورنا لكم جينيسيس و 2017 وسونات 2017 وباتر المكينة 320 2016 وديتسن غمارة 2015، وصورنا لكم الكيا اوبتيم 2017، وراح ننزل لكم التغطية على شكل اجزاء. باترول رقم 2 نصف فل 2016 8 سلندر غير اوتوماتيك قزاز كهرب جنب 18 مثبت سرعة مراتب مخمل وكشفات ضباب ولد انوار زنون وكيف مركزي شاشة فتحة طبعا تشغل عن بعد وشرات من مراية وارد العيسى. سعره 179,500. في حساسات قدام أربع كشفات ضباب. هذا من 8 سلندر مكينة 320 حصان. طبعا المكينة هذه وقفوا 2017 ما راح تنزل. الجن 18 مصر فيه توقود داخلي ومخمل. أزرار تحكم الدركسون. كرسي كهرباء. تخشيب كامل. هذه الشاشة. هذا نظرة التحكم حقت القيادة، الدب الخفيف والدفلك. ستارت. نظرة تحكم الدركسون. فتحة. تحكم بالمكيف. شنطة كهرباء. حساسات أربع وقدام أربع حساسات. شنطة كهرباء. ألفين وستة عشر مكينة 320 حصان. سعره 179,500. معرض فليج الشفاء. الدرج رباقات أمامية عندك. هذه ثلاجة